يعني دكتور زيد، هسه احنا نادي بالتغيير. طبعا اني ما مو جزء من اي تشكيل سياسي تشريني، ولكن اني اقول انه اليوم احنا نريد تغيير. التغيير منين نسوي؟ التغيير انت التغيير داخل العملية السياسية، يعني انت لازم تدخل لقبة البرلمان حتى تقدر تغير. طيب تحقيق المطالب، مطالب اللي طلعت لاجلها تشرين، شلون تقدر تحقق المطالب غير انه تدخل للبرلمان حتى تقدر تحقق المطالب؟ طيب الشارع اليوم، هسه انت اليوم ابسط شيء موضوع اريد وطن. موضوع اريد وطن اللي هو عبارة عن اشارة لخلل في المنظومة التعليمية والمنظومة الصحية والمنظومة الامنية وكل المنظومات اللي تعمل بها الحكومة، كلها بها خلل. الريد وطن جت جامعة لكل هذا الخلل. طيب أنا اليوم شلون أعدلها؟ هل أعدلها بالشارع؟ مستحيل. أنا المفروض أنه أدخل للبرلمان وأسعى لتقوية هذه الأمور ولسن القوانين وتشريع القوانين اللي تضمن للمواطن الحياة الكريمة في هذا البلد. احنا لأجل هذا طلعنا، والتغيير هو شنو التغيير؟ احنا ما ردنا نغير زيد بعبيد، احنا ما ردنا نغير واحد سمين بضعيف أسمر بأشقر، ما ردنا نغير هذا الشيء. احنا ردنا تغيير القوانين، أو تغيير القوانين ما يكون بالشارع، يكون داخل قبة البرلمان. ثم الكلام دكتور زيد عن موضوع السلاح، السلاح هو مو وليد اليوم ولا وليد الأمس، هذا السلاح رافقنا احنا من 2005. أنا فقط أستدرك أنا قبل السلاح أستاذ وائل، أقاطعك بفكرة هي أيضا يعني مثار نقاش. التغيير اللي صار في العراق من 2019 لليوم ما صار من خلال العملية السياسية، وإنما صار من خلال ضغط الشارع. وبالتالي ألا تعتقد بأن جدوى الضغط الجماهيري كان أكثر فاعلية من المشاركة من داخل العملية السياسية؟ لا لا دكتور زيد، هي اللي صار تماما انه اكو مجموعة استولت على حكم البلاد وتحكمت بكل مقدراته، سرقت وقتلت ويعني عاثت في الارض فسادا. فتشرين كانت صرخة، هذا اللي كنا نشوفه غول من صرخة بوجه تشرين كشفتها عرتها، فعرفنا انه هو يعني بحجم الـ النملة عذرا من الكلمة، كان عبارة عن غول من ورق، غول غير صحيح، غول خرافي، ماكو يجي غول، مو فد غول حقيقي. فبالتالي بعد ما انكشف يجب علينا مواجهته، مواجهته عن طريق الانتخابات والدخول لقبة البرلمان للتغيير، لتغيير القوانين اللي قلت لك عليها. أما أنه تشرين أو غير تشرين، هسه أي مظاهرات ممكن تطلع، ليش ما أثرت 2015؟ ليش ما أثرت 2018؟ ليش 2011 ما أثرت؟ مهمة كانت الثورات قوية ومظاهرات قوية والهليكوبترات نزلت على روسنا بساحة التحرير، والقناص ب 2015 خوب كان واقف بالمطعم التركي وجه الوجه فوقانا يقتل بينا. ليش ما أثرت؟ ليش ما غيرت؟ لكن هي كانت صرخة قوية كشفت زيف هذا الغول. هذا الغول طلع مو حقيقي، طلع غول من ورق. فبالتالي احنا بعد ما كشفنا نقدر نجي اليوم احنا نزاحمه. ارجع واقول لك دكتور زيد، احنا الكتله الاقوى، احنا 82 دائره انتخابيه، اقوى تيار اليوم موجود بالعمليه السياسيه ومن هذه الدكاكين السياسيه الموجوده اليوم بالعراق، ما يقدر ينافس اقوى واحد، ما يقدر ينافس الا على 40 دائره انتخابيه، احنا نقدر ننافس على 42 دائره.